انطلقت اليوم أعمال مؤتمر مكافحة التهرب الضريبي الدولي تحت عنوان زيادة كفاءة الموارد المحلية وتطبيق نظام ضريبي فعال. هذا المؤتمر تنظم وزارة المالية لمدة يومين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي بوصفهم الجهات الممولة والداعمة لبرنامج تعزيز الموارد المحلية في مصر. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التنافسية للاقتصاد وتحسين الخدمات العامة ورأس المال البشري، وهو ما يأتي في إطار خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطن ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي لمصر.